الناس يشيلون أوزان قوية عشان تصير عندهم عضلات. في كثير من الأحيان الابتلاءات تهذب وتربي وتجعل لك أحوالا مع الله تبارك وتعالى ما كانت لتخرج هذه الأحوال لولا هذا الأمر. فلله عز وجل في كل شيء حكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تذكرت لعبة كنت أتابعها حين كنت صغيرا يسمونها أقوى رجل في العالم. هذه اللعبة يتنافس فيها الرجال في حمل الأوزان الثقيلة، يحملونها أحيانا ثم يتسابقون. تكون مسافة قصيرة جدا نسبيا، ولكن لأنهم يقطعونها مع هذه الأوزان الثقيلة فإن وصول أحدهم قبل الآخر يعتبر بطولة. هذا الموضوع ذكرته بالأمس وأنا أخاطب بعض الأحباب، وخطرت لي فكرة فيما يتعلق بحياتنا ووضعنا في التدين ككل. نحن نعيش أثقالا ولكن لا نحسب هذه الأثقال، ولذلك نجلد أنفسنا بقوة. رب العالمين كرمه عظيم سبحانه وتعالى، تحتسب هذه الأثقال في العادة. لو تأملت في النصوص تجد هذا حاضرا بقوة، مثل خبر وشاب دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله. شاب روعي في إيش؟ ثقل الشهوة وثقل قوة الإغراء. عامة أهل الإيمان لا يزنون، لكن هذا تعرض للأمر مع أثقال شديدة، فكوفي مكافأة عظيمة. أن يظله الرحمن في ظله وما لا ظل إلا ظله. كذلك الرجل الذي في خبر العبادة في الهرج كهجرة إليه، كل أهل الإيمان يعبدون الله عز وجل يتفاوتون، لكن العبادة في وقت الهرج القتل، اضطراب القلوب، تتبع الناس الأخبار، الذكر والعبادة أمرها عظيم في مثل هذا السياق. حتى أن علي بن أبي طالب لما حدث بعض أتباعه بذكر تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركته ولا ليلة، قال له ولا ليلة الصفين، قال ولا ليلة الصفين. في مثل هذا المواطن بعض الناس، بل هذا عموم الناس، تضطرب قلوبهم. فأحيانا باعتبار الثقل الشيء يكون مضاعفا، مثل المرأة اللي قسمت التمرة بين ابنتيها رحمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لها بذلك، لأن هذا كل ما تملكه. في حديث سبق دينار 100 دينار، أو الحديث لا أذكر لفظه حاليا، أن الدينار يكون نصف أملاكك، عندك دينارين فتصدق بدينار، هذا نصف أملاكك، بينما شخص ممكن عنده ملايين الدنانير لما يصدق بمئة هذا جزء. هذه من ناحية النسبة والتناسب. هناك القصة التي ذكرها موسى الأشعري في مرض الموت حين ذكروا صاحب الرغيف. إيش قصة صاحب الرغيف؟ صاحب الرغيف رجل عابد، عبد الله عز وجل مدة طويلة جدا، فلما نزل من صومعته تشكل له الشيطان بصورة امرأة جميلة، وما أعظم فتنة النساء على قلوب الرجال. فهذا الرجل وقع عليها، بعد ذلك ندم، ذهب وجلس عند مجموعة من الفقراء والمساكين وجلس معهم نادما منكسرا. فكان في شخص يأتي يعطيهم كل يوم كل واحد الرغيف 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 الرغيف. ففي مرة جاءت الأرغفة ناقصة، فأخذ هو رغيفا وأحد المساكين ما كان له رغيف، فهو ماذا فعل؟ قسم رغيفه أو أعطى رغيفه لهذا الإنسان. لما وقف بين يدي الله تبارك وتعالى كل عبادته ما عادلت ليلة المعصية تلك، ثم جاء الرغيف وكان أعظم من كل هذه العبادة. هذا الرغيف في مثل هذه الظروف كان كأنه ملايين، كأنه مليارات. في إنسان يتصدق بدينار أو دينارين أو غير ذلك، ولكن هي باعتبار الأثقال المثقلة لكاهله هي ملايين. كذلك في طاعات أنت تشوفها أمرها يسير، ولكن باعتبار الأثقال والإغراءات أمرها عظيم. ولذلك هذا أمر علينا أن نفهمه في مثل واقعنا الحالي. الكثير الكثير من الشباب الذين يكون فيهم خير، يحبون دينهم، يسعون للاستقامة، فيهم خير، هؤلاء الشباب تقع لهم بعض الذنوب، بعض الإشكالات، بعض الأمور، فيعامل المرء نفسه كالخارجي، يعتبر أنه السيء هذا اللي تقع منه محبط لعموم أعماله، فيستصغر هذه الأعمال، ثم بعد مدة يترك هذه الأعمال لأنه مستصغر لها، وهي فيها فضل عظيم وفيها خير عظيم. وكثير منهم مثلا يقرأ في سير السالفين وفي سير الأوائل وغير ذلك، فيرى خيرا عظيما ويقول لماذا أنا ما أبلغ عشر هذا، دون أن يراعي أثقاله. هو يعيش في زمن فيه من الأثقال الشيء العظيم. لهذا الخبر الوارد وفي صحته نقاش، للصابر منهم أجر 70 منكم فطوبى للغرباء. تأمل تأمل الآية، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. هؤلاء شوف الصحابة، هم الصحابة كانوا مقسمين، قسم الذي أسلم في بداية الإسلام، لماذا؟ لأنه الأمر كان عظيما، المسلمين قلة، مضطهدين بشكل كبير جدا، المرء ممكن يفقد حياته في أي لحظة، المبشرات قليلة، الإرهاب عظيم، سبحان الله. بعد ذلك لا، كثر أهل الإسلام، كثروا وصار يعزي بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضا، وحصلت فتوحات وحصل خير، حتى وجد المنافقون، إنسان يظهر الإسلام طمعا ورغبة أو رهبة، وصلنا المرحلة أن الناس تتقين. في فارق،
كذلك في آخر الزمان. تذكر حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. بعض الناس في آخر الزمان يعيش غربة كغربة أولئك الأوائل، في أثر أنه يكون المؤمن أذل من الأمة. الأمة اجتمع عليها أمرين: ذل الأنوثة، ضعف الأنوثة، وضعف الرق، العبودية. ربك يعلم ويكافئ ويضاعف المكافأة، ربك شكور غفور. سبحان الذي برا، لولا هذا الإنسان والله قلبه يذوب كمدا، وحتى يغتاظ من نفسه جدا. هو لا مشكلة أن تحاسب نفسه، لكن القنوط له طرق، من طرق القنوط هذا الأمر. لكن ما يصير الإنسان بعدها يأتي يخادع نفسه، يقول خلاص ما دام أنا علي أثقال وعلي كذا وعلي أمور، إذن خلاص أروح أعمل ما شئت وأتصالح مع الذنوب. لا، عليك أن تكون عندك عقيدة تامة أنه ما كلفك الله فأنت قادر عليه. وعلى فكرة هذه المسألة ترى لها مدخل حتى في السياقات الفكرية والعقائدية، فإن كثيرا من الناس صار بغضهم للشريعة أو لأحكام السلف أو لغير ذلك من باب ظنهم أنهم لا يمكن أن يطبقوا هذا الأمر، وخلطوا بين مقامين، بين عدم التطبيق بالكلية والتطبيق بنقص. فنحن عامة أحوالنا نقص، صلاتنا وصيامنا زكاتنا فيها نقص، نرجو من الله عز وجل أن يكملها. حتى لما نجي نطبق الشريعة ما راح تكون 100% مثل ما هي في زمن مثلا الخلفاء الراشدين، راح يكون في خلل طبيعة الحال، حاجة تصعد وحاجة تنزل. لكن ما هو مجرد وجود النقص معناته الاستحالة، وهذا ترى شبه موجودة على الكثير من العلمانيين، علما أنهم لو حاسبوا الأفكار التي يؤمنون بها بهذه الطريقة أيضا ستكون أفكارا ساقطة تماما. لأن كل شيء إذا أفكاره إذا قرأتها على الورق تراها جميلة جدا، تأتي الواقع تجد شيئا آخر، وأحيانا تجد عيوبا هم لم يفطنوا لها. بطبيعة الحال النقص البشري مع البعد عن الوحي الإنسان يضيع ويتخبط. حتى في العقوبات الأمر ملاحظ، تجد الزاني البكر يجلد 100 ويغرب عام، الزاني المحصن يرجم، هذا رعي ثقله، هو في ذم لكن العقوبة صارت أخف. ليه؟ لهذا الاعتبار. وأما إذا استعاف الثواب يكون مضاعفا، فشوف الرحمة، إذا جين للعقوبة تراعى الأثقال فتخفف. فهذه حالة وسطية بين الإنسان اللي يجلس يقول لك يا أخي بما أني لا أستطيع أن أعبد الله كما ينبغي خلاص خلينا أكون بعيدا عن التدين وبعيدا عن كل شيء، هذا مثل الإنسان الذي يقول بما أني لا أستطيع أن أحقق العفة 100% وما أستطيع حتى أغض بصري أروح أزني أحسن. هذا حال إنسان قنط لأنه لا يستطيع أن يطبق الأمر 100%. وفي إنسان دخل وحاول أو صنع ما صنع ولكن لا يرى نعمة الله عز وجل عليه. في فرق بين مقامين. مقام العجب أنك تفعل الطاعة وتثني على نفسك وتتعاظم، كذاك اللي إذا الله عز وجل رزقه قال ورثتها كابرا عن كابر. وين مقام مشاهدة النعمة؟ أنت لما تقول في دعاء سيد الاستغفار أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي، مشاهدة النعمة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فرحانين بالموضوع فبذلك فليفرحوا. هذا مقام آخر. الفرق بين المقامين أنك أنت تفرح بهذا الأمر وتحمد الله عز وجل عليه وتستغفر الله عز وجل من نقصك فيه وترجو فضل الله. كلنا لنا موقف بين يدي الله تبارك وتعالى، والموقف هذا ما ندري ما المآل وما ندري أين ستكون الورق الرابح. ربما يكون رجاء حسن ظنك بالله تبارك وتعالى ستكون أعظم ورقة رابحة. وحسن الظن هذا يأتي على أساس، كيف يأتي؟ يأتي من ناحية أنك تجلس تحاول على عرجك، تمضي على ما عندك من عرج، تمشي على عرجك. حسن الظن مو معناه أنك ما تمشي، لا حسن الظن أنك تمشي على العرج. ففيه أثقال في أمور اليوم الشباب كثير حيط به الفتان، كل جانب حيط به أحيانا خطاب جلد الذات، ما يرى ما يقع لأهل الإسلام من مشكلات ومعضلات وأمور في كل مكان، قلبه يعتصر ألما، التشتيت الواقع في مواقع التواصل. أي إنسان يرفع رأسه ويقول كلمة حق يبتلى بتابع جاهل أو أحمق، بعدو خبيث يفتري ويكذب ويتلاعب ويسوي كل شيء، أحيانا بإنسان عامل نفسه حكم وهو أحمق، يصدق الكاذب ويكذب الصادق أو يسوي بينه، يبتلى بأمور كثيرة، هذه أثقال، لكن الله المستعان. وأحيانا هذه الأثقال تقويك، عاد شوف هذا من الفوائد، هذه الأثقال تسوي لك عضلات. بالجيم ناس يشيلون أوزان قوية عشان تصير عندهم عضلات. ففي كثير من الأحيان الابتلاءات تهذب وتربي وتخرج منك أمورا ما كانت لتخرج لولا هذه الأمور، وتجعل لك أحوالا مع الله تبارك وتعالى ما كانت لتخرج هذه الأحوال لولا هذا الأمر. فلله عز وجل في كل شيء حكمة، ولا تبتئس